مين كامل الوافي؟ أنا كامل الوافي، ولدت في الجزائر، عايش في ألمانيا منذ عام 1980. درست رسم الخرائط والطبوغرافيا في الجزائر، وعملت رساما للخرائط لسنوات عديدة. وفي ألمانيا درست هندسة المناظر الطبيعية بين عامي 1980 و 1986. الوافي هات فيل جاتن قد سايشنت. الوافي صمم حدائق كثيرة، لكن أهم هذه التصميمات في مسيرتي المهنية هي الحديقة الإسلامية في حي مارتسان في برلين التي تعكس شيئا من ثقافتي، والثانية هي معرض حدائق العالم في مدينة هانوفر. هناك كانت نقلتي النوعية. كرمت بجائزة مقدمة من اتحاد فلاحي الحدائق الذي كان يكرم التصاميم التي يتم التوافق عليها بين المصمم والشركة والاتحاد نفسه. حصلت على هذه الجائزة عام 2001 عن مشروع معرض حدائق العالم. هناك جوائز أخرى حصلت عليها، في كل مسابقة أشارك فيها وأفوز أحصل على المرتبة الأولى، في أرشيفي العديد منها. في برلين كانت لدي الفرصة أن أعكس ثقافتي وأريها للعالم. في حديقة حي مارتسان أن تأكل مثلا فاكهة وترمي بذورها فستنبت شجرة منها. كان الأمر صعبا علي أن أخلق جنة صغيرة داخل جنة كبيرة، لذلك كان هذا التحدي مهما بالنسبة لي، وكان لهذا العمل معنى كبير. أما المشروع الآخر معرض حدائق العالم، مكنني أن أكون شخصا بارزا. لقد بنيت حدائق كبيرة بمساحة تصل إلى 350 ألف متر مربع. بروز هذا يعني جعل أفكاري وتصوراتي تتحدث. حديقة اليوم تبدو بشكل، وبعد غد ستبدو بشكل آخر. هدفي أن أشارك دوما في المسابقات وأنجح فيها. حاليا أشارك في مسابقتين، واحدة في برلين وأخرى كبيرة جدا في الجزائر.